النقطة دي كابتن معايا علي فوزي لاعب انبي اللي احرز الهدف الاول، وبارك له على الفوز وبارك له على هدفه النهارده في نادي الزمالك. يعني اكيد علي سعيد اكيد، وهدف في مرمى الزمالك بيبقى طبعا ليه فرحة مختلفة. مساء الخير عليك حبيبي يا كابتن فاروق، اخبارك ايه يا حبيبي؟ الله يخليك. كله تمام؟ طيب سلام. طيب علي كابتن رضا بيسلم عليك. سلامي سلام الكابتن مصر حبيبي يا علوة، مبروك النهارده يا علوة. حبيبي طيب يا كابتن، ربنا يخليك. يعني خليني اكلمك على الهدف. الهدف اكيد مؤثر، ودي بدايه انطلاقه للانبي في المباراه ان ياخد ثقه اكبر مع فريق نادي الزمالك، وبالتالي يعني استغليت الفرصه بشكل جيد الصراحه عليه. يعني اوصف لي الهدف وكان احساسك ايه وانت اللي تواجدت في المكان ده بالشكل ده؟ طبعا يا كابتن، اولا الحمد لله احنا ربنا كرمنا بالمكسب طبعا، نادي كبير نادي الزمالك هيدينا دفعه للفتره الجايه. وكابتن حلمي الصراحه طول الاسبوع الراجل شغال معانا على الماتش، واحنا مركزين من اول ما رجعنا من الاجازه بتاعت العيد. بالنسبه للجون، طبعا الجون في نادي الزمالك نادي كبير بتبقى حاجه يعني حاجه نادره كده شويه. لما تجيب جون في نادي كبير بتبقى ذكرى حلوه يعني. فان شاء الله ربنا يكرمنا في اللي جاي ده ان شاء الله خير يعني. هل في كانت تعليمات من كابتن حلمي انك تكمل بالشكل ده دايما علي ولا؟ ما احنا كابتن احنا بنلعب بثلاثه في القلب، فدايما الباكين انا مثلا مصطفى دودار بنكمل ورا الفيرود ورا الهاف بتاعنا. بنكمل في ال 18 عشان احنا بنلعب بثلاثه وخمسه اثنين. فاحنا دايما الباكين بنكمل في ال 18، فالحمد لله الكوره اتعملت بالعرض وانا كنت بكمل، فربنا وفقني يعني فيها الحمد لله. بس الذكاء منك على ان انت كتمتها ما عملتهاش تشب من فوق ابو جبل، هو ده اللي خلاها، لان لو حبيت تعليها كان ابو جبل هيصدها. انا كابتن انا حطيت بطن رجلي بس في الارض. ايوه ان انت كتمتها هو ده سبب الجون، ده ذكاء كان منك يعني. بالظبط يا كابتن، مبروك ليك الجول يا علي. طب عايز اسالك بقى علي، انت عقدك ممتد مع انبي لغايه امتى؟ انا بقالي سنتين غير السنه دي يعني. هل في اي عروض جايه لك في الفتره دي من انديه موجوده في مصر او خارج والله مصر؟ لسه يا كابتن انا بحاول الحمد لله، الواحد بيجتهد وبيعمل اللي عليه ان شاء الله يعني اخر موسم ربنا يسهل. بس الواحد بيلعب في نادي كبير نادي انبي طبعا. مفيش اي تواصل من الانديه الكبيره في مصر اهلي وزمالك معاك؟ لسه والله يا كابتن ان شاء الله لسه. طيب انا مش هسالك التانية ولا زمالك ولا تتمنى الفتره دي الفتره دي الواحد مركز بصراحه يا كابتن. ربنا يكرم يعني كل خطوه كويسه منتخب دي اللي الواحد بيسعى عليها، دي اهم حاجه بالنسبه لي يعني. ربنا يوفقك عليه ان شاء الله. طيب ابوك زميلك اخباره النهارده كان قبل ما يطلع كان مصاب وجاب هدف وهو مصاب الراجل، اخباره ايه؟ ابوك كابتن من احسن المحترفين في الدوري بصراحه يعني. راجل فارق معانا اول الموسم ده والموسم اللي فات، فهو بصراحه لعيب جامد يعني. يعني لعيب فادنا كتير السنه دي بصراحه. اصابته جامده النهارده ولا بسيطه؟ لا شد بس. يعني هو لو ما كانش عنده شد كان يعني كانت هتبقى عامله ازاي؟ كانت عادية، كان خدت في الشبكه الكره هتعدي الناحيه الثانيه. كل التوفيق ليك يا علي والله، ان شاء الله ربنا يوفقك كده وربنا يكرمك.